دلوقتي تعالوا نتابع أهم وأبرز الأخبار والمقرر حدوثها اليوم، ولأبرزها افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، ومنها أيضا فريق نادي سموحة هيواجه اليوم فريق النجوم في إطار الدور 16 من بطولة كأس مصر لكرة القدم. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيبدأ رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي زيارة رسمية للقاهرة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي بتأتي في ضوء ما تشهده العلاقات بين القاهرة ونيودلهي من طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد. وبتعد زيارة رئيس وزراء الهند اللي بتستغرق يومين هي الأولى من نوعها لمصر منذ توليه مهام منصبه في عام 2014، وحيث من المقرر أن يعقد مودي خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسؤولين المصريين، كما يلتقي مع أبناء الجالية الهندية بالقاهرة. النهاردة هتنظم دار الأوبرا المصرية حفل نادي سينما أوبرا الإسكندرية، وده بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى، وهيتم عرض فيلم موسيقى في بر مصر الزمان، بيعقب العرض ندوة فنية. النهاردة هتنطلق ضربة البداية لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في تمام الساعة 11 بالليل، حيث المباراة الافتتاحية للمسابقة بين منتخبي المغرب وغينيا على ملعب الأمير مولاي عبد الله. النهاردة العشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراة قوية في إطار الدور 16 لكأس مصر، واللي بتجمع ما بين سموحة والنجوم في تمام الساعة 6:30 مساءً.